السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الثالثة كلية التجارة التعليم المفتوح، أهلا وسهلا بكم. معكم دكتور وائل أبو العزم، وبندرس مع بعض طبعا كما نعلم مادة أساسيات الاحتمالات والاستنتاج الرياضي. في هذه المادة عندنا دكتور أسامة العراقي يشرح لنا الاحتمالات، وانا هشرح ليكم الباب الثاني اللي بيتكلم على المتغيرات العشوائيه، والباب الثالث اللي بيتكلم على التوزيعات الاحتماليه. في البدايه بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير. ذلك ندعو الله عز وجل ان يحفظ مصر واهلها من كل مكروه وسوء، اللهم امين. نتكلم يا جماعه النهارده في المحاضرة الثالثة عن الباب الثاني اللي هو المتغيرات العشوائية. طبعا متغير عشوائي في البداية هنرمز له بالرمز اكس، اكس يبقى المتغير العشوائي دائما وابدا نرمز له بالرمز اكس بالشكل ده، سواء كان منفصل او متصل. طيب المتغير العشوائي ده لازما اعرف تعريفه، انواعه، التوزيعات الاحتمالية له، خصائص هذه التوزيعات. طيب المتغير العشوائي يبقى ناتج عن التجربة العشوائية اللي هيشرحها لينا الدكتور أسامة العراقي. ينقسم إلى نوعين، متغير عشوائي منفصل ومتغير عشوائي متصل. لازم نفرق بينهم كويس جدا. المتغير العشوائي المنفصل بيأخذ قيما منفصلة زي عدد الذكور، عدد العاملين، عدد الوحدات الغير مطابقة للمواصفات في مصنع معين أو في خط إنتاج معين. ومش ينفع أقول له عدد الذكور في الأسرة 1.5، لأ بياخد قيم منفصلة عن بعضها البعض، 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 متقطعة، ولذلك سموه متغير عشوائي منفصل أو متقطع. طيب بالنسبة للمتغير العشوائي المتصل بيأخذ قيما متصلة في فترة معينة. لما أقول لك مثلا الإكس يقع بين 1.5 لـ5.5 مثلا أو لـ5، هذه الفترة من 1.5 إلى 5 كلها قيم الإكس، هذا المتغير بيبقى متغير متصل زي الأطوال والأوزان والأعمار والدخول، ودي أمثلة على المتغير المتصل. احنا كده عرفنا تعريف المتغيرات العشوائية المنفصلة والمتصلة والفرق بينهما. اذا كان المتغير بياخذ قيما متقطعة او قيم منفصلة زي عدد الذكور، عدد العاملين، عدد الحوادث، عدد المدارس، دي امثلة كلها على المتغيرات المنفصلة، الاطوال والاوزان والاعمار والدخول كلها امثلة على المتغير العشوائي المتصل. بعد كده يا جماعة نتكلم على خصائص دالة الاحتمال. دالة الاحتمال بتاعت المتغير المنفصل او المتقطع تبقى في صورة جدول اكس واحتمالات الاكس. ادي الاكس عندنا واحتمال الاكس اللي هو probability of x او البي اكس، ده طبعا بيجي معطى ليك، السؤال بيجي معطى حضرتك بتتعامل معاه وتشوف المطلوب منك تعمله. عشان الدالة دي تكون دالة احتمالية لازم قيمة الاحتمال تكون اكبر من الصفر، مفيش احتمال يا جماعه بالسالب، دايما اكبر من الصفر، ومجموع هذه الاحتمالات يساوي الواحد الصحيح. يبقى لما اجمع ده زائد ده زائد ده التوتال في النهايه هيدينا واحد صحيح، دي داله الاحتمال. طيب داله الاحتمال دي انا ممكن اجيب منها داله اخرى اسمها داله التوزيع او داله الاحتمال التجميعيه او التراكميه. طيب اجيبها ازاي؟ هناخد مثال بسيط كده. إذا كان عندنا إكس بتساوي 2 و3 و4 و5 والاحتمالات بتاعتها 2 1 من 10 و3 4 من 10 و4 3 من 10 و5 2 من 10، مجموع هذه الاحتمالات قلنا لازم نساوي الواحد الصحيح. الدالة التجميعية أو التراكمية لهذه الاحتمالات يرمز لها بالرمز إف كابيتال إكس، إف كابيتال إكس. الواحد من عشرة بينزل زي ما هو، ما هو احتمال تراكمي ده ما فيش قبل منه شيء، يبقى ينزل كما هو، يبقى 1 من 10. اجمع على 4 من 10
1 من 10 و4 من 10 يدينا 5 من 10، 5 من 10 لما أجمعها على 3 من 10 يدينا 8 من 10، 8 من 10 لما أجمعها على 2 من 10 يدينا 1 صحيح. ودائما الخانة الأخيرة في الإف كابيتال إكس بتساوي الواحد الصحيح. الخصائص بتاعت دالة الاحتمال بتاعت المتغير العشوائي المتقطع عبارة عن: بجيب التباين، بجيب التوقع، بجيب معامل الاختلاف، بدرس الالتواء والاعتدال. احنا ناخد خاصية ندرسها ونطبق عليها بعض الامثلة. طب تعال نجيب القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي المتقطع. يرمز للقيمة المتوقعة او التوقع برمز ميو. الرمز ده معناه ميو، يعني اي اكس، توقع اي يعني توقع الاكس. طب بجيب ازاي التوقع يا جماعة؟ بضرب كل اكس في احتمالاتها. يعني لو قلت 2 في 1 من 10 زائد 3 في 4 من 10 زائد 4 في 3 من 10 زائد 5 في 2 من 10 وجبت المجموع بتاع الضرب ده كله يدينا الميو او التوقع. هذا التوقع له خصائص. الخاصية الاولى ان توقع المقدار الثابت لازم يساوي المقدار الثابت. والمقدار الثابت ده احنا رمزنا له بصفة عامة بالرمز ايه، لما ممكن يبقى 5، ممكن يبقى 10، اي رقم هو مقدار ثابت، كونستانت، مقدار ثابت. يبقى توقع المقدار الثابت يساوي الثابت نفسه. لو ان هذا المقدار الثابت مضروب في اكس، هدخل بقى انا التوقع على الاي اكس. توقع يدخل على الاي، خرجها زي ما هي من الاقواس او من الكوس، وياخد الاكس معاه بالشكل ده. يبقى توقع اي اكس تخرج الاي كما هي في توقع الاكس. يبقى توقع ثابت في متغير يساوي الثابت في توقع المتغير. دي الخاصية رقم 1 اللي اتكلمنا فيها عن التوقع او المتوسط اللي هو الميو. تعالى بينا نتكلم عن تباين المتغير العشوائي. التباين يرمز له بالرمز سيجما تربيع. سيجما تربيع يعني تباين. Vx variance of x يعني تباين. التباين ده القانون بتاعه طبعا زي ما هو واضح قدامنا، بيساوي توقع الاكس تربيع ناقص توقع الاكس الكل تربيع. طبعا هذا القانون بيتم ايجاد هذه القيم من الجدول والتعويض فيه مباشرة، وده هيتم شرحه في المثال بالتفصيل. طب خصائص التباين: تباين المقدار الثابت يساوي صفر. يبقى توقع الثابت هو الثابت، تباين الثابت يساوي صفر. طيب تباين المقدار الثابت مضروب في اكس، يعني قلنا توقع الاي اكس بايه؟ توقع الاكس. طب تباين الاي اكس الايه ما تخرجش كما هي، لا تخرج تربيع، يبقى يساوي الاي تربيع في تباين الاكس. يعني لو 5 تبقى تخرج 25، لو 4 تخرج 16، والكلام ده هنستعرضه في المثال القادم. أي أن تباين الثابت يساوي صفر، دي الخاصية الأولى. أي أن تباين ثابت في متغير يساوي مربع الثابت مضروبا في تباين المتغير. تعالوا بينا نستعرض كل اللي احنا قلناه ده في المثال رقم 1. إذا كان إكس متغير عشوائي، دالة كثافة الاحتمال بتاعته هي كالتالي. ساعة ما اشوف اكس 1 و2 و6 و8 وقيم منفصلة، يبقى الدالة دي دالة كثافة احتمال متغير عشوائي منفصل. الاكس 1 و2 و6 و8 واحتمالها 4 من 10 و1 من 10، وهذا الاحتمال ناقص فرمزنا له بالرمز ايه؟ و2 من 10. مجموع الاحتمالات كما نعلم لازم ان تساوي الواحد الصحيح، وبالتالي هقول له 4 و1 ادي نص، نص واتنين 7 من 10، ناقص 1 يبقى ده 3 من 10. يبقى الاي دي مبدئيا بتساوي 3 من 10، ولازم اجيبها عشان اجيب باقي المطالب. اوجد قيمة ايه؟ قلنا 3 من 10. احسب بقى التوقع والتباين والانحراف المعياري، ثم اوجد تباين 4x ناقص 5، توقع 4x ناقص 5، وكذلك في المطلوب رقم ج احسب معامل الاختلاف. يلا بينا نحل المثال ده.
الحال احنا عارفين ان مجموع الاحتمالات لازم انه يساوي الواحد الصحيح، وبالتالي الايه هتطلع بتلاتة من عشرة زي ما قلنا قبل كده. دي بسيطة جدا مفيش فيها مشاكل. عايز اجيب التوقع والتباين والانحراف المعياري. هنقل الجدول ده زي ما هو بس بعد ما اعوض عن ايه بتلاتة من عشرة. ادي الاكس واحد اتنين ستة تمانية، والبي اكس اربعة من عشرة واحد من عشرة، والايه هحذفها حط تلاتة من عشرة، والقيمة الاحتمال التمانية باتنين من عشرة. دي معطيات في المثال. احنا قلنا ان الميو او التوقع يساوي حاصل ضرب الاكس في احتمالاته، يبقى لما اضرب واحد في اربعة، اتنين في واحد، ستة في تلاتة من عشرة، تمانية في اتنين من عشرة، واجيب المجموع بتاعنا اللي هو طلع باربعة، هو ده التوقع. بسيطة جدا. يبقى مجموع العمود رقم تلاتة اللي هو حاصل ضرب العمود واحد واتنين هو عبارة عن التوقع او المتوسط. طيب عشان اجيب التباين اللي هو الفي اكس لازم انا اجيب له توقع الاكس تربيع. توقع الاكس كان عبارة عن حاصل ضرب الاكس في احتمالاته، توقع الاكس تربيع يبقى هجيب له الاكس تربيع في احتماله. يبقى هربع الاكس، قيم الاكس دي هيتم تربيعها، وبعد ما نربعها نضربها في الاحتمال. يعني هقول له واحد تربيع في اربعة من عشرة تساوي اربعة من عشرة، اتنين تربيع في واحد من عشرة يساوي اربعة من عشرة، ستة تربيع في تلاتة من عشرة يساوي عشرة وتمانية من عشرة، تمانية تربيع في اتنين من عشرة يساوي اتناشر وتمانية من عشرة. التوتال بتاعنا اربعة وعشرين واربعة من عشرة، ده توقع الاكس تربيع. يبقى لما اجي اقول لك التباين يساوي توقع الاكس تربيع اللي هو مجموع العمود رقم اربعة ناقص مجموع العمود رقم تلاتة الكل تربيع اللي هو التوقع، يطلع التباين عندنا بتمانية واربعة من عشرة. ده قانون تم التعويض فيه تعويض مباشر من خلال الجدول. الانحراف المعياري هو جذر التباين، سهل جدا. التباين كان بتمانية واربعة من عشرة، يبقى الانحراف المعياري سيجما يساوي جذر التمانية واربعة من عشرة، يطلع اتنين وتسعة من عشرة. احنا جبنا التوقع باربعة، التباين بتمانية واربعة من عشرة، ثم الانحراف المعياري باتنين وتسعة من عشرة. تعالوا بينا نحسب خصائص التوقع وخصائص التباين. كما درسنا في الخاصية الاولى للتوقع ان توقع AX توقع المقدار الثابت في X هيخرج المقدار الثابت زي ما هو في توقع الاكس، وتوقع الثابت هو نفسه السالب الخمسة. يبقى توقع اربعة اكس باربعة توقع اكس، وتوقع الخمسة هيساوي خمسة، وبينهما العلامة اللي موجودة في الاقواس اللي هي ناقص. احنا جبنا يا جماعة قيمة التوقع باربعة، يبقى اربعة ضرب اربعة ناقص خمسة، ستاشر ناقص خمسة يبقى حداشر. طيب تباين 4 اكس ناقص 5، قلنا التباين لما يدخل على الثابت يربعه، يبقى الاربعه دي هتبقى 16. في تباين الاكس ناقص تباين الخمسه، والخمسه ثابت يبقى تباينها بصفر. زي ما قلنا من خصائص التباين ان تباين المقدار الثابت يساوي صفر. يبقى الناتج 16 في 8 و4 من 10 يطلع ب 134 و4 من 10. وعامل الاختلاف دور مظلوب الرمز سي في، قانونه بقسم الانحراف على المتوسط واضرب في 100. في المثال جبنا الانحراف ب 2.9 من عشرة، وجبنا المتوسط ب 4، يبقى 2.9 من عشرة على 4 في 100 يطلع ب 72.5%. ده كان بالنسبة للمثال رقم واحد اللي شفنا فيه شكل دالة الاحتمال للمتغير المتقطع، ازاي نجيب الثابت لو موجود في الجدول في الاحتمالات، ازاي نجيب التوقع والتباين والانحراف المعياري، وندرس خصائص التوقع والتباين، كذلك كيف يتم ايجاد معامل الاختلاف. لما ننتقل الى النقطة الثانية في المحاضرة اللي هي عبارة عن العزوم. العزوم تنقسم الى نوعين، عزوم حول الصفر او عزوم صفري وعزوم مركزي. الاول هنشرح العزوم الصفري. العزوم الصفرية يرمز لها بالرمز ميو داش
واحد، هما أربع زون، ميو داج اتنين، ميو داج تلاتة، ميو داج أربعة، أو ميو واحد صفر، ميو اتنين صفر، ميو تلاتة صفر، ميو أربعة صفر. لنقول له داج، لنقول له صفر. ده معاك هذا الاختيار، والاختيار التاني برضك معاك، واشتغل زي ما انت عايز. طيب العزم الاول الصفري بضرب الاكس في احتمالاته، طب التاني الصفري بربع الاكس واضربها في احتمالاته، والتالت اكعب الاكس واضرب في الاحتمالات، والرابع ربع الاكس تبقى اس اربعة واضرب في الاحتمالات. سهل جدا بقى، يعني لو خدت المثال ده عشان اطبق عليه واقول لك الاكس واحتمالات الاكس 0 1 2 25%، 50% اللي هي نص، 25%، وقلنا مجموع الاحتمالات لازم نساوي الواحد الصحيح، وبيقول لك احسب العزوم الاربعه الاولى حول الصفر. طبعا سهل جدا، ادي الاكس وادي احتمالاتها، نضرب العمود الاول في الثاني، الاكس في البي اكس، اجيب العزم الاول الصفر، اربع الاكس واضربها في الاحتمالات، اجيب العزم الثاني الصفر، اكعب الاكس واضربها في الاحتمال بتاعها، اجيب العزم الثالث الصفر، اكس اس 4 في الاحتمالات بتاعتها، اجيب العزم الرابع الصفر اللي هو 4.5، والعزم الثالث ب2.5، والعزم الثاني ب1.5، والعزم الاول يساوي الواحد. يبقى العزم الاول الصفري ومجموع العمود رقم 3، العزم الثاني الصفر ومجموع العمود رقم 4، العزم الثالث الصفر ومجموع العمود رقم 5، ثم العزم الرابع الصفري ومجموع العمود رقم 5 بالشكل ده. تمام. طيب بعد كده في علاقة تربط العزوم الصفرية بالمركزية، يعني العزوم المركزية دي لن استطيع ايجادها الا من خلال اني اجيب العزوم الصفرية الاول. يبقى انا لازم اجيب العزوم الصفرية الاربعة، وبعدين يا جماعة اعوض في العلاقة التي تربط بين العزوم الصفرية والعزوم المركزية، واحضر او اكون باحضار العزوم المركزية. العزم الأول المركزي ميو 1 ميو 2 ميو 3 ميو 4، يبقى دي العزوم المركزية الأربعة. يبقى في عندنا أربع عزوم صفرية وأربع عزوم مركزية. العزم الأول المركزي دايما دائما وأبدا يساوي الصفر. انت ما تجيبوش، قول له ميو 1 يساوي صفر، لو حاولت ان انت تجيبه هيطلع برضك بصفر، هنوفر عليك الكلام ده كله. العزم الثاني المركزي بيساوي العزم الثاني الصفري ناقص العزم الاول الصفري تربيع، دي علاقة. العزم الثالث المركزي يساوي العزم الثالث الصفري ناقص 3 ميو 2 صفر ميو 1 صفر زائد 2 ميو 1 صفر تكعيب، والتكعيب ده على الميو 1 صفر فقط. العزم الرابع المركزي يساوي العزم الرابع الصفري ناقص 4 مضروبة في ميو 3 صفر ميو 1 صفر زائد 6 مضروبة في ميو 2 صفر ميو 1 صفر تربيع، والتربيع ده على الميو 1 صفر، ناقص 3 ميو 1 صفر أس 4. تمام؟ طب أنا جبت النتائج دي منين؟ النص والزيرو والنص. إحنا يا جماعة جبنا العزوم الصفرية، هنعوض في العلاقة. فعلى سبيل المثال الميو 2 المركزي هيساوي ميو 2 صفر اللي هو كان بواحد ونص، ناقص ميو 1 صفر تربيع اللي هو كان بواحد، يبقى واحد ونص ناقص واحد هيدينا نص. تعال عوض في العلاقة بتاعت الميو 3، تجيب الميو 3 المركزي ثم الميو 4 المركزي، يبقى العزوم الصفرية تربطها علاقة مع العزوم المركزية، هذه العلاقة يتم إيجادها أو يتم من خلالها إيجاد العزوم حول المتوسط أو العزوم المركزية. طب أنا بجيب العزوم المركزية ليه؟ عشان أدرس معاملي الالتواء والاعتدال. معامل الالتواء بدرس من خلاله تماثل المنحنى بتاع التوزيع. طب القانون بتاعه هو معامل الالتواء يرمز له برمز ألفا، العلامة دي معناها ألفا 3، ومعامل الاعتدال ألفا 4. ده بيساوي العزم الثالث المركزي اللي انا جبته اللي هو كان بصفر على العزم الثاني المركزي اللي انا جبته كان بنص اس 3 على 2. طيب العزم الثالث على سيجما تكعيب، انا مش هعوض في دي، انا هعوض في الاولانيه
عن الميو 3 والميو 2، نشوف النتيجة هتطلع كام. لو قيمة هذا المعامل تساوي الصفر يبقى المنحنى بتاع التوزيع متماثل، لو أكبر من الصفر يعني موجب يبقى المنحنى ملتوي جهة اليمين أو موجب الالتواء، لو أقل من الصفر يعني سالب يبقى المنحنى ملتوي جهة اليسار أو سالب الالتواء. يبقى معامل الالتواء الغرض منه دراسة تماثل التوزيع. في التمرين بتاعنا كان الميو 2.5 وميو 3 بصفر وميو 4.5، لو عوضنا في العلاقة بتاعت معامل الالتواء صفر على أي حاجة بتساوي الصفر، أي أن ألفا 3 تساوي صفر، وبالتالي بيانات المتغير إكس متماثلة أو التوزيع بتاعنا توزيع متماثل. معامل الاعتدال الغرض منه إن أنا أدرس اعتدال التوزيع، وذلك سموه بمعامل الاعتدال، وهو القانون بتاعه ألفا 4 يساوي ميو 4 على ميو 2 تربيع. ما احنا قلنا ان ميو 4 موجود وميو 2 كانت بنص تربيع، يبقى نص على نص تربيع يطلع باتنين. طب معامل الالتواء كنا بنقارنه بالصفر، اما معامل الاعتدال يقارن بالتلاتة، التلاتة دي ثابتة والصفر ده ايضا ثابت، فلما اجي اقارن بالتلاتة اذا ساوى تلاتة يبقى التوزيع بتاعنا معتدل، واسمه معامل اعتدال. إذا كان أكبر من 3 يبقى التوزيع بتاعنا توزيع مدبب، إذا كان أقل من 3 يبقى التوزيع بتاعنا توزيع مفرط. في المثال بتاعنا طلع معامل الاعتدال يساوي 2، وبالتالي فإن توزيع بيانات المتغير إكس توزيع مفرط، أو البيانات بتاعتنا بيانات مفرط. ده تمرين هنحله، هنطبق عليه كل اللي إحنا درسناه في هذه المحاضرة. نقول لك اكس احتمالات الاكس سالب 1 و 0 و 2، الاكس ممكن تبقى بالسالب يا جماعه لانها قيم متغير عشوائي، اما الاحتمالات لابد ان تكون قيم موجبه ويكون مجموعها يساوي الواحد الصحيح. طالب طبعا داله التوزيع الاحتماليه التجميعيه، يبقى احنا لازم نجيب الداله التجميعيه لالف كابيتال اكس. طالب التوقع وندرس خصائصه، التباين خد له جذر نجيب الانحراف وندرس خصائصه، معامل الاختلاف اللي هو عبارة عن الانحراف على المتوسط في 100، ثم الميو 1.0 وميو 2.0 وميو 3.0 وميو 4.0، عزوم الأربعة الصفرية والعزوم الأربعة المركزية، وكذلك بعد ما نجيب العزوم الأربعة الصفرية والعزوم الأربعة المركزية أقدر من خلال العزوم المركزية أدرس معاملي الالتواء ومعاملي الاعتدال. وبكده يا جماعة نكون خلصنا المحاضرة رقم 3، كانت بتتكلم على المتغير العشوائي المنفصل أو المتغيرات العشوائية المتقطعة. في النهاية أتمنى لكم التوفيق والنجاح، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.